بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى العنوان تاعو الحكمة من الشيب. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوان الكرام، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى على أن الإنسان إذا وصل إلى سن معين ولأسباب معينة يبدأ يظهر فيه الشيب. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ومن بديع صنعه ومن لطفه سبحانه وتعالى أن الشيب هذا لا يهجم مرة واحدة. لماذا يا إخواني الكرام؟ ربي عز وجل يقول في القرآن الكريم: الله لطيف بعباده. ربي لطيف. تخيل انت لما تنوض الصباح تروح تشوف روحك في المرآة تلقى روحك بيض، الشعر تاعك بيض. فمن لطف الله ورحمته أن الشيب هذا يبدأ شعرة بشعرة، مرة تخرج لك واحدة منا، مرة تخرج لك واحدة منا، مرة واحدة منا، حتى تستأنس أنت العبد الضعيف، حتى تستأنس بهذا الشيب الذي أنت تخافه وتخاف منه. كي الناس خافوا من الشيب كل يوم يصبغوا، وكأنهم ظانين باللي محسوب كي يصبغ الشعر تاعو راح يزيد له في العمر. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني الكرام، الشيب هذا لا يدل أبدا على العجز أو على الضعف أو على يعني نهاية عمر الإنسان. الشيب هذا كاين تلقى في بعض الأحيان الناس في الشباب في العشرينات شيبين، في الثلاثينات. فإذا على ماذا يدل هذا الشيب؟ هذا الشيب هذا عنده حكمة. الشيب في تقديري وكما قال كثير من أهل العلم أن الله تبارك وتعالى جعله يعني واعظ للعبد، معناها أن الإنسان كي شيب نقول له: يا إنسان يا مسلم، احنا نتكلم مع المسلم، راك فوت مدة من حياتك مهمة، راك فوت عمر من حياتك، وهذا العمر هذا مهم جدا، يعني كن على حذر. ولذلك الله تبارك وتعالى حدثنا في قرآنه العظيم عن أهل النار: اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن أحوال أهل النار. قال ربنا كما في سورة فاطر: وهم يصطرخون فيها. شوف ربي ما قالش يصرخون، قال يصطرخون، زيادة المبنى زيادة المعنى. يضبحوا داخل جهنم أهل جهنم. وش يقولوا؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فبماذا يجابون؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صلوا على النبي يا إخوان الكرام. ما تقول ليش أنا راني صغير وشبت. ربي رب العالمين يقول: أولم نعمركم. هذه الكلمة هذه تاع نعمركم، احنا يا نعرفوا نقولوا الكلمة هذه، نقولوا فلان في عمره 100 عام نقولوا عمر طويلا. ساعات في الأخبار يقولوا مثلا وفاة أكبر معمرة أو أكبر معمر، شحال ما في عمره؟ قال 160 سنة، 120، 100 سنة، نقولوا معمر. لكن يا إخواني الكرام، العلماء لما فسروا الآية هذه بعض العلماء قالوا نعمركم 17 سنة، بعض العلماء قالوا الإنسان كي يبلغ راه خلاص بلغ، رب العالمين كلفوا باش يصلي وباش يصوم وباش يطيعوا وباش ما يعصيهش وباش كذا بالتكاليف الشرعية المعروفة. ما دام الحق للبلوغ فقد عمر، معناها كون يموت نقدروا نقولوا عليه فلان عمر، فلان معمر، حتى وفي عمره 17 سنة. احنا اليوم الناس من قوة اللي طول الأمل كيموت واحد يقولوا شحال في عمره، يقول لك في عمره 50 سنة، يقول لك مازال صغير. يا 50 سنة مازال صغير. بعض العلماء يقولوا 20 سنة يصدق عليه اسم معمر، 20 سنة. صح، إنسان مات 20 سنة، إن شاء الله ربي يهدي الشباب تاعنا ويحفظهم من كل سوء، 20 سنة هو غافل ضايع لا
لا صلاة لا عبادة لا طاعة والدين، غفلة عظيمة. هذا كيموت نقولوا باللي مات صغير، ما ماش صغير، مات مكلف. مات صغير يعني بالنسبة لهذا التعبير احنا نتاعنا جاي للدنيا، وهذه كلمة رانا نخدعوا بها انفسنا ونخدعوا بها الناس. يقول لك فلان جاي للدنيا، يا جماعة الخير ماناش جاي للدنيا، الدنيا جينا لها ورانا رايحين من الدنيا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ابن عباس يعني رحمه الله يقول 40 سنة تطلق على معمر، كلمة معمر تطلق على الإنسان اللي عاش 40 سنة. وإحنا اليوم يا إخواني الكرام نقول الإنسان خايف من الشيب وخايف كي يوصل في عمره 40 سنة، ولذلك هذه معنى تاع وصل 20 سنة. وش معناها؟ معناها لو كان ممن ينتفع بالحق لكانت كافية. كان جاء إنسان ذكي وعاقل 20 سنة هذه اللي ما دام ربي طول له في عمره 20 سنة، ما نقولوش 30 و40 و50، لازم يكون يعرف باللي هذا 20 تكفيه باش يعرف ربي ويعبد ربي. نتبعوا مع بعض هذا التقرير ثم نرجع إليكم إن شاء الله تعالى. على غير ما يعتقد الكثيرون فإن لون شعر الإنسان في الحقيقة أبيض. لا تستغرب كثيرا، فلون شعرك الحقيقي هو الأبيض، لكن بصيلات الشعر تحتوي على مادة صبغية تسمى الميلانين، وهي التي تعطي للشعر لونه المميز. ومع التقدم في العمر تصاب الخلايا المفرزة لهذه الصبغة بالشيخوخة، فتقل كمية الصبغة التي تعطي للشعر تدريجيا إلى أن تنعدم تماما حتى يعود الشعر إلى لونه الأبيض الأصلي. وبناء عليه فيمكن تعريف الشيب بأنه تغير لون الشعر من اللون الذي تعطيه له صبغة الميلانين إلى لون مادة الكيراتين التي يتكون منها الشعر، وهي مادة عديمة اللون في الأساس. للشيب نوعان، الشيب الطبيعي وسببه التقدم في العمر حيث يقل نشاط الغدد الصبغية المنتجة لمادة الميلانين كما ذكرنا، وذلك مثل أي خلية في جسم الإنسان حيث يقل نشاط الخلايا مع التقدم في السن. غالبا يبدأ الشيب في أواخر الثلاثينات ويظهر في أصحاب البشرة البيضاء أولا، أما أصحاب البشرة السوداء فيتأخر ظهور الشيب لديهم. الشيب المبكر والذي يظهر قبل الثلاثينات، شيب الشعر في الغالب يكون في شعر الرأس والحاجبين والشارب واللحية. من أسباب الشيب ما يلي: التقدم في العمر الذي يسبب شيخوخة الخلايا المفرزة للميلانين ما يسبب توقفها عن إفرازه، وبالطبع سوء التغذية ونقص الفيتامينات وأهمهم فيتامين بي المركب وحمض الفوليك الذي يؤثر على الجسم ككل بما فيه الخلايا المكونة للميلانين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، يعني هذا هو الشيء اللي لازمنا نقوله لبعضنا بعض. ما يكفينا نضحكوا بعضنا، يكفينا. احنا من المفروض رانا في وقت قال لك خذ راي اللي بكيك مش اللي ضحكك، يكفينا الضحك في المسرحيات وفي الافلام وفي اما في الامور تاع الدين لازم يكون فيها الجد، يكونش فيها الهزل. انا ما نكذبش عليك، ما نغلطكش، ما نقولكش راك مازلت صغير. انا نقول لك انت يا راه يطلق عليك اسم معمر. ما كاش فرق بين واحد في عمره 30 وواحد في عمره 60، خاطر عليه في أي لحظة قادر مول 60 يزيد له ربي 10 سنين يموت 70، ومول 30 يموت ذرك في الدقيقة هذه. إذا شكون اللي هو المعمر؟ المعمر اللي مات ذرك، معناها ما انتفعش بهذيك 30 سنة وما انتفعش بهذيك 40 سنة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يقول 40 سنة تطلق على اللي وصل 40 فهو معمر، وبعضهم قال 60 لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه لقد أعذر الله إلى عبد بلغه 60 من عمره. احنا اليوم تلقى واحد 60 سنة في عمره والهم تاعو الوحيد الفيلم الفلاني والماتش الفلاني والرياضي الفلاني، وسجلوا ولا ما سجلوش، يعني أمور تافهة لا تفيده في شيء. الإمام البخاري رحمه الله كان يقول الشيب، نتكلموا عن الشيب، كان يقول الشيب هو النذير. رب العالمين يقول وجاءكم النذير،
النذير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، النذير هو القرآن. الشيب هذا راه رسالة من الله تبارك وتعالى، كن على حذر يا عبد الله. الإمام بخاري يقول الشيب هذا راه نذير، ولكن الشيب أيضا وقار. أنا ساعات نتعجب تلقى واحد قاوري، واحد كافر مثلا، تلقاه شايب والله غير يقعد شايب ما هوش مقلق الشيب تاعو، وحنا تلقاه مسلم يسبغ الصباح والعشية، علاه خايفين من الشيب يا إخواني الكرام؟ الشيب وقار. سيدنا إبراهيم لما أسأل رب العالمين عن الشيب قال يا إبراهيم إنه وقار، قال اللهم زدني وقارا. ويكفي الشايب، إنسان الشايب هذا يكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجلال ذي الشيبة المسلم، كما جاء في الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. العلماء يا إخواني الكرام يقولوا أن أسباب الشيب، طبعا كنت نتكلموا على العلماء يعني العلماء تاع الطب وتاع، يقولوا أن الأسباب هذه تاع الشيب إما تكون متعلقة وراثية، إما السبب تاعها نفساني، إما السبب تاعها على كل حال الكبر. وهذه الأمور كل أشار إليها القرآن الكريم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الشيب في ثلاث صور، في سورة الروم في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وأيضا في سورة المزمل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ولذلك هنا هذه يقول لك إشارة إلى أن التأثيرات النفسية، لما ذكرنا رب العالمين الهول تاع يوم القيامة قال لك الولدان يولوا شايبين. فهنا قال العلماء واكتشفوا باللي المؤثرات النفسية والضغوط النفسية هذه يكون عندها دور في الشيب. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. شوفوا هنا رب العالمين قارن بين وهن العظام وبين اشتعال الرأس بالشيب، وهذا دلالة على كبر السن. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذه الآية يا إخواني الكرام الأخيرة هذه من سورة مريم تتحدث عن علاقة الشيب بكما يسموها الآن علماء الطب يسموها بهشاشة العظام وكبر السن. فهذا كله يا إخواني الكرام دليل على ماذا؟ دليل على أن الله تبارك وتعالى جعل لنا هذا الشيب هذا. صح عنده 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 التفسير العلمي ولكن هو لازمنا نفهموه صح، ورسالة من الله تبارك وتعالى، لازمنا نفتحوا هذه الرسالة ونتدبروا في هذه الرسالة ونقرأوا هذه الرسالة مليح. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول هذا أيها الأحباب وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.